طيب أذواق. عايز تقول ايه قبل ما اسال يا حضرتك؟ وجود الجمهور احنا كابتن فيديو بنلاحظ ده، وجود جمهور او تزايد جمهور بيبقى في الفرح اللي فيه مطربه ورقاصه، مفيش مطربه ورقاصه في الفرح. أيوة مطربين أيوة نفسهم بس. ما هو ما انا لسه بقول لك جدا لسه بقول لك الافراح الشعبيه طول عمرها ما كان فيه رقاصه، لكن في الفرح الشعبي اللي بيحصل دلوقتي لا ده خارج جدا. انت شايف الرقص الشرقي بالمايوهات وبالملابس الداخليه؟ حضرتك مش رقص شرقي، حضرتك دلوقتي حاليا كبارين نقلته في الشارع فقط لا غير. انت بتصور بتاكل عيش من كده. حضرتك انا بتعاقد مع الزبون، ممكن ابقى عنده دي جي وممكن يبقى عنده فرقه برقصات وبدون رقصات، دي شغلانتي حضرتك بصور فيها نهايه الفرح. طيب بتعتقد ليه الناس بتحب ده وانت بتصور؟ يعني ليه الناس حضرتك معظم الناس او معظم الجمهور اللي بيحضر في الافراح 90% منهم بيبقى جاي عشان خاطر ان في رقاصه، جاي هيشرب السيجارتين بتوعه يعيش لحظته ويقعد لاخر الليله. ممكن استاذنك؟ اتفضل حضرتك. انا هقول لك ان 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 ساعات بيحصل ان لما مثلا فرح مسمع او استاذ وائل فرح مسمع في المنطقه على اساس ان جاي فيه مثلا عازف اورج وفرقه محبوبه او مشهوره او معروفه، او عازف الاورج اللي هو صاحب الليله دي كلها معروف مشهور محبوب الناس بتحبه، بتلاقي الفرح ملان مدروس ناس. عازف يا عم هيقول لك ايه الجنازه اللي انت عاملها لنا دي؟ لا دي موجود حاليا زوائل، موجود حاليا فعلا. انا عايش. هيقول لك يا بيطلع على الاوبرا انت جاي هنا في الاساس. انا عايش ده. انا شفت حاجات على الفيديو، الناس بتقول للفظجه للي بتوع عشان يحمسوها. يعني هو احنا ايه؟ احنا قاعدين في الاوبرا، احنا قاعدين في أيوة يعني هو يعني بس ده مش دايما اللي يكبر يروح الفرح. بسطيها شويه. يكبر مين حضرتك؟ المطرب ايه اللي يكبر؟ لا ايه المطرب ايه؟ انا بقول على بالنسبه لل حضرتك في بعض اللي هو رايح الفرح نفسه والزبون اللي رايح. كلنا بنتكلم يا جماعه. ايه اللي يكبره ان هو يروح الفرح؟ ايه اللي يكبره يروح الفرح وهو مثلا فرح محترم ومش عارف ايه؟ انا مش هروح على فرح فيه ايحاءات وفيه كلام من ده. ايه اللي حسب الثقافه بتاعت الشعب؟ خلي بالك الافراح المحترمه احنا في بيئه وفي مجتمع لازم نحترمه، لازم نحترم عاداته وتقاليده. لازم ابقى انا مش انت شغال. بس انا هقول لك انا هقول لك انا ضد ان انت تشتغلي شغلانه. لا ما فيش طب مش خالص. مش الناس مش عائلات هي اللي بتعمل ده. العائلات المحترمه، العائلات المحترمه حضرتك اهل العريس والعروسه بيجيبوا الناس. مش هقدر اهين الناس، انا هناقشهم، مش هينفع اقول انهم، انما في ما هو ده منتشر. لا انا بتكلم على افراح الشوارع بالذات يا وائل. بيض افراح الشوارع بيحصل فيها جرائم قتل اخر السهره، بيحصل فيها جرائم سرقه اخر السهره، ما بيروحهاش الا الناس المسجلين والناس اللي هم الشباب. تبص على الراجل ده بيصور فيديو، تبص في الاخر بقى نهايه الجمهور صفصف على ايه؟ صفصف أيوة على المسجلين، وخاطر هم بيشتغلوا وعارفين الكلام ده. هو مستني بقى الرقاصه. طيب اسمعهم بقى دي واحده عشان الصوت بس. لا اكيد انت دخلتي انت جزء من افراح، انت بتقول انا يعني بس بتدخلي تلاقيه كده الفرح. ايوه طبعا. بتعملي أيوة. ايه؟ بعمل ايه؟ انا بشوف شغلي، انا بشتغل وبخلص شغلي وبمشي. وبعدين على فكره انا مش اغلبيه شغلي بلبس بدل، انا ممكن اطلع بطاقه بادي وبنطلون الافراح. يجروا عن اغلبيه الافراح كده. انت عاهد ذات نفس صحه يا استاذ. لا لو سمحتوا مش هينفع حوارات جانبيه يا جماعه، ده هي بتتكلم. تمام اتفضلي. ماشي اتفضل. يعني لا بس بتلبسوا اللبس. ايوه ماشي اوكي. انا بلبس عادي بدل عاديه جدا، بدل الشرقي العاديه جدا، البدل اللي هي المفروض اللي هي تبقى افراح الشارع. انما في غيري بيلبس. انا دي حريه بقى، دي حاجه ترجع لهم. انا بتكلم عن نفسي، انا بتكلم. وساعات افراح انا بحضرها ببنطلون وبادي، يعني مش في كل الافراح. ليه؟ عشان انا ده اكل عيش. لا يعني بس خلينا نكون واضحين يا جماعه، انت مش هتدخلي في الجو ده. ما هي بتقول لك بشوف بيقول لك بتهكموا عليها ويقولوا لها انت ايوه في بيطلبوا مني حجاب حجاب انت ايوه ايوه دي حقيقه توبي وبتاع. ما انا قعدت 3 شهور بسبب كده. انا قعدت 3 شهور بسبب اللي انا لبسي مش اللي هو اللبس اللي هم بيلبسوه. انا قعدت 3 شهور ما حد